أحد أكبر تحديات المؤمن في سيره إلى الله إن يكون في ذنب مسيطر عليه. والذنب بيسيطر على المؤمن لأسباب، جزء منها أوهام وجزء منها ظروف محتاجة لمواجهة. ساعات كتر تكرار الذنب مع الفشل المتصور من الصمود أمامه بسبب كثرة التوبة والرجوع، بيشعر الإنسان بأن الذنب ده عملاق وبيستضعف نفسه أمام الذنب ده، ويبدأ يخاف من سيناريو التوبة ثم الرجوع تاني. لما بتتفاقم الحالة دي بيتصور الإنسان أن ربنا خلقه للخطأ اللي مصيره النار، ولم يخلق للفضيلة اللي آخرها الجنة، وأن ضعفه ده لن تقوم له قائمة. وساعات الذنب بيسيطر لما بيتغلغل في تفاصيل حياة البني آدم لدرجة أنه يبقى جزء من أغلب أنشطة البني آدم ده فلا يستغني عنه، زي مثلاً تنازل معين عن مبدأ عشان تعرف تستمر في الشغل اللي فيه لقمة عيشك، أو نوع معين من المخدرات بيفوقك وبيظبط لك دماغك في الحزن والفرح والشغل، أو نمط عيشة بيفرض عليك المجتمع النمط ده عشان تكون مقبول في المجتمع ده، والنمط ده فيه غلطات بتوجعني في قلبي لكني مش متصور رفضي لهذا النمط وإلا المجتمع ده هيرفضني. وأنا هقولك على بعض الأفكار عشان الإنسان يتخلص من سيطرة الذنوب. رقم واحد، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأنزل لي شريعة فيها حلال وحرام متسق مع قدرة الإنسان. اللي أنزل الشريعة هو اللي خلق الإنسان، فليس هناك طاعة مستحيلة وليس هناك معصية تركها أكبر من نطاق قدرة الإنسان. ربك بيقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو خبير بيك وبصفاتك وبقدرتك فلطف بيك في الحرام والحلال. ربنا قدر مأمورات ومنهيات بلطف مش بتعنت. وساعات بيكون الارتباط بالذنب فيه صعوبة أنك تتركه، لكن بعبورك هذه الصعوبة بتقفز لمقام المهاجر. حتى قال صلى الله عليه وسلم لما شاف ناس بتحلم إن هي توصل لمقام المهاجرين من الصحابة، قال المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ودي حاجة ممكن تقدر توصل لها لو هجرت الذنب اللي مسيطر عليك. ويمكن صعوبة المحاولة اللي انت بتحاول بيها تهجر ذنب مسيطر، هذه الصعوبة بتمسح ذنوب فترات اللذة اللي انت عشتها في حاجة ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى. وأقولك على حاجة كمان، انت تستحق انك تكون الانسان اللي ضحك له النبي عليه الصلاة والسلام يوم ما قال رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار الذنوب فيقال له عملت كذا يوم كذا وعملت كذا يوم كذا، فيقول نعم ولا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من عرض كبار الذنوب، فيقال له فإن لك ما كان كل سيئة حسنة، لأنه ساب الذنب اللي كان مسيطر، فيقول يا رب قد عملت أشياء لا أراها هنا في كتابي يعني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه يعني دروسه الخلفية. فأنت هتضحك يوم القيامة لما تشوف سيئاتك اتبدلت حسنات، فتقول له رب ده في كبائر مش مكتوبة، فيضحك النبي عليه الصلاة والسلام. وأقول لك على حاجة كلها أمل، أكيد حالنا مش هيبقى أصعب من الشخص اللي كان مسيطر عليه ذنب القتل لكنه كان صادق التوبة فراح لربنا تائب فكتب ربنا عنده من أهل الجنة. وخليك زي العبد الصالح اللي أطاع ربنا 20 سنة ثم اجترأ على الله بالكبائر 20 سنة وبعدين فكر في التوبة فحس باليأس فنام، فجاله هاتف كده زي ما يكون رؤية في النوم، أطعتنا فقربناك وعصيتنا فأمهلناك وإذا رجعت إلينا ما رددناك. فاطمن، مفيش ذنب لو صدقت في نية العودة إلى الله ممكن يسيطر عليك. فاللهم يا رب حررنا من سطوة الشياطين وأنقذنا من طريق المذنبين، ولا تجعل لعيوبنا سلطانا علينا يا أرحم الراحمين.